إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم وإياي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله في حق الداعي إلى الله: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة خلق الله، هذا أحب عباد الله إلى الله. حبيب الله، ولي الله، صفوة الله، خيرة خلق الله، أحب عباد الله إلى الله، الذي أجاب دعوة الله ثم دعا الناس إلى هذه الدعوة وعمل صالحا، أي عمل بمقتضى دعوته ولم يقل شيئا ويعمل خلافه، وقال إنني من المسلمين. هذه الدعوة أيها الإخوة الأحبة هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله. سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبيل أتباعه هي سبيله، فمن أحب أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فليدعو بدعوته ولينصر دعوته. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ في التفسير قال: من معيني في الدعوة إلى الله؟ فنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذه الرسالة إلى الناس كافة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجول في مكة يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ يطلب النصرة على التبليغ. فأنصار دين الله وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يحملون هذه الرسالة
ويبلغونها إلى الناس كافة. في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبته المشهورة ثم قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فخرج الصحابة الشهود إلى البشرية الغائبة حاملين رسالة الله، حاملين لواء الرحمة بخلق الله. شعارهم: نحن قوم الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. هذا النداء، هذا الدعاء، هذا الاستنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل صداه يدوي في كل زمان وفي كل مكان. من يؤويني؟ من يؤوي دعوتي؟ من ينصر دعوتي؟ من يبلغ هذه الرسالة إلى البشرية التي تعيش في الظلمات، التي تعيش في ضلال مبين؟ وله الجنة. يا أهل الكرك، يا أهل الأردن، يا أهل الوطن العربي، يا معشر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، من يؤوي دعوتي؟ من ينصر دعوتي؟ من يقدم أمر هذه الدعوة على شؤونه الشخصية ويكون سبباً في نصرة الأمة، سبباً لرضاء الله تعالى عن هذه الأمة، سبباً لرفع البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء على هذه الأمة في الدنيا؟ وله الجنة في الآخرة. هذه الدعوة كرامة من الله تعالى أورثها لهذه الأمة ما دامت قائمة بها مقدمة لها، فالله تعالى يقدمها وينصرها على أعدائها مهما بلغ عددهم ومهما بلغت قوتهم. هذا الشهر المبارك الذي أظلنا شهر شعبان، فلم يبق إلا أيام قلائل بيننا وبين رمضان، فلنغتنم هذا الشهر بكثرة ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن الكريم وأداء الصلوات في جماعة وصلة الرحم وبر الوالدين والدعاء للأمة جمعاء وتفقد المساكين والفقراء والمحتاجين وقضاء حوائجهم والنصح للمسلمين ودعوة الخلق إلى الخالق سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم والمسلمين أجمعين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أنكم غدًا موقوفون بين يدي الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطار الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. واعلموا أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ثم يا عباد الله،
إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه فقال عز من قائل قديما ولم يزل قائلا عليما تشريفا لقدر نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم وسعديك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا والمسلمين أجمعين في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا ضالًا إلا هديته ولا مبتلًا إلا عافيته ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته ولا أسيرًا مظلومًا إلا فككته ولا داعيًا إلى دينك إلا حفظته ووفقته ولا عدوًا إلا قصمته ولا ميتًا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيتها لنا يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير وخذ بيده يا قوي يا متين ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره واجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا مريعا سحا غدقا طبقا مجللا إلى يوم الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ووفق ملكه وسائر حكام المسلمين لتحكيم كتابك والسير على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين